أهلا وسهلا. يقترب مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته من بداية العام الحالي، بينما انخفضت سعر أونصة الذهب لدون مستويات 1815 دولار لأول مرة من نهاية عام 2022. فجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة الانكماش، يعني أدنى من مستويات 50 في أوروبا، بريطانيا وأمريكا، بينما مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة النمو والتوسع فوق مستويات 50. من كندا جاءت قراءة التضخم بشكل متباطئ إلى مستويات 5.9% تحت تأثير دورة تجديد السياسة النقدية. ومن نيوزيلندا قرر بنك نيوزيلندا الاستمرار بعمليات رفع الفائدة، هاي المرة بمقدار 50 نقطة أساس لمستويات 4.75% كأعلى تكاليف اقتراض من بداية عام 2009. أشار البنك لمزيد من عمليات رفع الفائدة في الاجتماعات القادمة. أما من الولايات المتحدة ما إجا بمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي أي شيء جديد، غالبية الأعضاء صوتوا على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كان هناك بعض الأصوات لتجديد أكبر ب 50 نقطة أساس. كانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022 عند مستويات 2.7%، تعطي إشارة جيدة لحالة النمو في الاقتصاد في ظل التوقعات السائدة لدخول البلاد في حالة الركود. جاءت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند مستويات 4.7% للمؤشر الأساسي، 5.4% للمؤشر الرئيسي، دليل على إمكانية ارتفاع الضغوط التضخمية في الفترة القادمة. أما من اليابان، مع تصريحات الحاكم الجديد لبنك اليابان ويدا، جاءت قراءة التضخم عند أعلى مستوى منذ عام 1981 على 4.3%. بينما تنتظر الأسواق عدد قليل من البيانات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق في جلسة الأسبوع القادم. من أمريكا بتتابع الأسواق قراءة طلبيات السلع المعمرة للاستدلال على القيمة الإجمالية لأوامر الشراء الجديدة من الشركات المصنعة، ثقة المستهلك لمعرفة الثقة المالية من المستهلكين وتأثيرها طبعا على النشاط الاقتصادي، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي لمعرفة التوسع في القطاعين وحالة الاقتصاد. من كندا رح يفرج الاقتصاد الكندي عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي للإطلاع طبعا على حالة الاقتصاد، حيث المتوقع أن يسجل بعض النمو. أما من أستراليا سنتابع قراءة التضخم، واللي أظهرت القراءة الأخيرة أرقام مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين عند مستويات 8.4%. كذلك ستصدر من أوروبا قراءة التضخم، واللي كانت قد عاودت الارتفاع في القراءة الأخيرة إلى مستويات 8.6%. الفني لجلسة الأسبوع القادم نبدأ مع الذهب. نلاحظ ميول سلبية في تداولات الذهب بعد تسجيله لمستويات 1960 سابقا، ثم شفنا تسجيل أو ميول سلبية وتسجيلات لور لو مع كل موجة ارتفاعات، عم نشوف عودة تسجيل لور لو في كل موجة. حاليا يتداول الذهب ضمن نطاقات القناة الهابطة، أدنى مستويات الحد العلوي عند مستويات 1827. استمرارية الضغط السلبي وارد جدا للذهب بصمود مستويات 1827 على المدى المتوسط، ممكن نشوف هبوطات نحو مستويات 1800 دولار ثم مستويات 1786 دولار. ننتقل لتحليل اليورو. اليورو كذلك الميول السلبية مع قوة الدولار في الفترة الماضية، تم تداول أدنى مستويات 10.575، إمكانية تسجيل هبوطات نحو مستويات 10.495 ثم مستويات 10.440 بثبات التداولات أدنى مستويات 10.630. ننتقل إلى الباوند. الباوند بعد أن كسر مستويات القناة السعرية الصاعدة، شفنا ارتدادات مرتين عند مستويات المتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني طبعا اليومي. إمكانية الميول السلبية تتأكد مع كسر مستويات 1.19 سنت بإغلاق يومي طبعا، إمكانية حينها الميول السلبية أو الضغط السلبي نحو مستويات 15.85 ثم 14.25 بثبات التداولات أدنى طبعا
19 الفيجر او دولار 19 سنت. ننتقل لتحليل الدولار الاسترالي الاوزي. الاوزي او الدولار الاسترالي كنا تحدثنا سابقا عن تشكيله نموذج الهيدن شولدرز او الراس والكتفين، كسر خط العنق 68 70، ثم عمل رياكشن او عمل اكشن برايس ضغط سلبي كسر مستويات المتوسط المتحرك 200. فبالتالي امكانيه الضغط السلبي، استمراريه الضغط السلبي وارد نحو مستويات 66 60 ثم 65 85 كهدف للباترن او النموذج الراس والكتفين. ننتقل لتحليل الاويل او النفط خام غرب تكساس. النفط خام غرب تكساس بتداول في منطقة عرضية تتمثل بخط الاتجاه الصاعد 73 60 وخط الاتجاه الهابط 76 65. بفضل التداولات عند الخروج من هاي النطاقات. في حال تسجيل اختراقات لمستويات 77 دولار ممكن استهداف مستويات 80 50 ثم 82 35 للاتجاهات الصعودية، بينما في حال كسر مستويات 73 10 ممكن تسجيل هبوطات أو انخفاضات بالنسبة لخام غرب تكساس نحو 71 50 ثم 68 70. نختم مع الداو جونز. داو جونز مع ميول سلبية طبعا، كنا تحدثنا عن مستويات 34230 و34590 سابقا عدة مرات في سلسلة التحليل الأسبوعي، تحدثنا أنها مستويات مقاومة قوية جدا للمؤشر نفسه. كما لاحظنا هبوطات سعرية جيدة في الفترة الأخيرة من المستويات نفسها، مستويات المقاومة اللي تحدثنا عليها اللي هي متمثلة بالريزيستنس وخط الاتجاه الهابط اليومي زي ما نحن شايفين. إمكانية التداولات والانخفاضات نحو مستويات 32480 وارد كمستهدف متوسط إلى قصير، ثم مستويات 31800 مستهدف آخر بالنسبة لمؤشر الداو جونز. تداولات موفقة للجميع.